تعرفين بقى ماما عامله لنا اكل ايه النهارده؟ مقبلات بس. نعم يا خبر، انت بتهزري صح؟ مقبلات؟ ايه ده، هو انا مش هاكل غير مقبلات بس؟ خلاص يا فرفوشه ما تعيطيش، انا وانت هنعمل حواوشي. حواوشي؟ ايه ده، هناكل ايه؟ حواوشي. انت بتتكلمي بجد؟ ايوه بتكلم جد جدا جدا. مش انت اللي قلتي ماما عامله مقبلات؟ يعني كنت بهزر معاكي يا فرفوشه. امال مين اللي هيعمل الحواوشي؟ انا وانت. ايه ده بجد؟ ايوه. يا سلام، انا بحبك قوي يا رنوش. تعالي هدي بوسه، تعالي 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 حبيبتي يا رنوش حبيبتي. ماشي بقى، يلا بينا بسرعه عشان نعمل الحواوشي. يلا نعمله. المكونات اللي معانا فلفل حراق وفلفل رومي وثوم بصل ولحمه مفرومه وزبده وشويه سكر عشان ما يعملناش حموضه في الاكل، وطبعا عندنا بهارات ملح وبابريكا وبهارات ومرقه مرقه دجاج، وعندنا كمان كزبره وكل حاجات يعني كتيره. بالهنا 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 وبالهنا وبالهنا. طيب ماشي، تيجي بقى نقول لاصحابنا هنعملها ازاي. طب يلا بينا. هنجيب الكبه يا صحابي، الكبه بتاعتنا، ونحط فيها البصل. استنى نفتحها ونحط فيها البصل والثوم والفلفل. شطوره يا رنوش. انا عارفه ان انت مش عايزه تاكليني وبتقللي كميه الاكل، انا عارفه، بس على فكره انا هشتكيكي لماما. لا لا انا ما تقوليهاش على حاجه. انا معترضه، انا هشتكيكي لماما. هديكي 3 سندوتشات حواوشي. ايه ده بجد؟ اه بس ما تقوليش لماما. اما نشوف. والله حاسه ان انتي هتاكلي اكلي. لا انا مش بعمل زيك يا فرفوشه. قصدك ايه يا رنوش؟ قصدي اقول ان انتي تحبي دايما ان انتي تاكلي اكل كتير، وما بتحبيش تدينا الحاجه واحده بس. انا باكل اكلك؟ انتي تقصدي كده صح؟ اه. خلاص يا فرفوشه ما تزعليش، احنا بنطبخ. احنا بنطبخ؟ يعني عشان بنطبخ تروحي تقولي ان انا باكل اكلك؟ ايوه بتاكلي اكل فعلا، انا مش بقول كلام مش جد، انا بقول كلام فعلا جد. انا زعلانه منك يا رنوش، ما تكلمنيش لو سمحتي. لا خلاص فرفوشه ما تزعليش. لا هعملك سندوتشات حواوشي كتير. ايه ده بجد؟ طب خلاص انا صالحتك. ماشي يلا. خلصت، انا حطيت الفلفل الحراق والفلفل الرومي والثوم والبصل. يلا نحط البهارات بتاعتنا كلها، اللي هي عباره عن بابريكا وفلفل اسود وبهارات وكزبره ومرقه دجاج وقرفه وملح. يلا نطحنهم سوا 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 سوا. يلا مش هنحط السكر دلوقتي، مش هنحط اي حاجه تانية، هنطحنهم الاول. اهو قفلت. ايوه ما هو كان هيعترض، اصل انت لسه خلاص كده. خلاص كده عشان انا بخاف من الصوت، تفضلي تشغليه عشان تخليني استخبى. ماشي يا رنوش ماشي. هحطه فين؟ هنحط بقى حته زبده ونحط السكر. طيب هنحط حته زبده صغننه خالص. شكرا. ونحط كمان حبه سكر. هي معترضه ولا ايه؟ والله كانت سايحه. خلصت. شوية سكر بقى. احنا عندنا حاجة تانية نحطها؟ لا مفيش. طب الحمد لله. يلا عشان نطحنها تاني. هحط حبة صغيرين كمان من السكر بس كده. هو انت عايزة حاجة حلوة زيك مثلا؟ يلا بقى هنعملهم تاني. اه يلا بس بالراحة عشان انا بخاف. بس
بس كده. شطوره يا ننوش شطوره. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحط اللحمه المفرومه. لا، هنجيب كل المكونات دي الاول نحطها في البوله وبعد كده هنعمل ايه؟ عايزين ملعقه كبيره عشان ننزل. شلنا السكينه منها؟ هشيلها. هو احنا لازم نشيل السكينه ونفضي اللي فيها كده يعني، ونحطها في طبق فاضي برده، مفيش مشكله. الله، ريحه الحاجات دي مع بعضها تجنن. ريحتها حلوه جدا جدا، فما بالك بقى بالحواوشي. انا بحب الحواوشي قوي. وانا كمان. وان شاء الله الطريقه بتاعتي هتعجبك. ايوه، واحلى حاجه ساعات لما بنعمله بقى كمان في جنينه كده او في بلكونه ونحطه على الفحم وكمان يبقى معاه عصير مانجا. الله. يا ترى عملنا عصير مانجا يا رنوش؟ لا، مش عصير مانجا. انا هتخانق معاكي النهارده، بس بعدين عشان هعمله لك بعدين. اصل مره عمو محمود قال لي ان انا شطوره وفرفوشه ومفرفشه، عشان بس كان عايز يقول لي حاجه مهمه. ايه هي؟ قال لي اكل الحواوشي الاول بعد كده اقول لك. ماشي. حطي بقى اللحمه عشان نقلبهم كلهم مع بعضياتهم. خلي المعلقه الكبيره كده كده هتستعمليها. ماشي. قلب. هتقلبي معاهم اللحمه. ايوه لسه انا بس كنت بقى. شطوره يا رنو، كلها انا بحب اللحمه بس. شكرا رنوش. نعم. هنعرف نقلب بالمعلقه ولا تقلبي بايدك؟ هقلب بايدي، دي احسن حاجه برضه. انا شكيت. نخلطهم كلهم كويس قوي يا اصحابي مع بعض. ها، ايه الاخبار يا رنوش؟ قربت اخلص. الله، وانتي بتخلطي اللحمه مع الخلطه كده، بس المهم ان هي تشرب من الخلطه كلها. والريحه جميله جدا جدا. عارفين يا صحابي، احنا ممكن نحط اللحمه دي في الثلاجه لمده ساعه مع الخلطه، هتشرب منها اكتر وتخليها غنيه اكتر واكتر. والزبده اللي حطيناها من شويه، لو كانت زبده بقري او زبده صفراء او زبده فلاحي، بتديها نكهه حلوه قوي وبتساعد اللحمه ان هي تتشمع من جوه العيش. ماما قالت لي كده. يا ترى المعلومة دي أكيد يعني صح، عشان دي ماما. ماما ما بتقولش حاجة غلط، أكيد هتبقى صح. أنا عايزاكي تحاولي تعترضي عشان أقول لماما. لا، مش هعترض، عشان أنا عارفة إن كلام ماما بيبقى دايما صح. خلاص جهزنا اللحمة؟ خلاص. نقدر نجيب بقى رغيفة العيش؟ أهو. حطيه على البلانشة وحطي اللحمة دي قدامك، قدام البلانشة على طول. شطورة يا رنوشة. نقدر نفتح العيش اهو، ونعمل كوره كده صغننه من اللحمه عشان نفردها جوه العيش ونخليها على قد. شطوره يا رنوش. يلا نحطها، عشان كل ما نعوز نزود، بس المهم نفردها في العيش كويس. انت عارفه ان احنا نقدر نقطع بصل تاني وفلفل عادي قطع ونحطه مع الحواوشي؟ ايوه طبعا، بس انا بحبه لغايه كده كويس. ايوه، وانا كمان بحبه يبقى كله كده مع بعض ونحطهم على طول في العيش. ماشي، خلصت. خلصتي الرغيف اللي بعده؟ احطه ده فين؟ هنحطه على البلانشة برضو، بس يعني على جنب على جنب او كده. ماشي، يلا ناخد اللي بعده تاني. ايه رايك لو تشغلي الطاسه قبل ما تكملي بقيه العيش؟ ماشي. وحطي عليها شويه حته زبده برضو، بس لما الطاسه تسخن. مش مهم، هنحط عليها الزبده. يلا نكمل الرغيف التاني. نسيت الحته الزبده. لا، شويه حلوين عشان الرغيف يكون غني. شكرا يا رنوش. يلا نعمل الرغيف التاني عقبال ما انا اقول لاصحابنا ايه فوايد البصل. ايوه يا صحابي، كتير مننا بيتضايق من ريحه البصل، اصلها بتعمل له دموع وبيفضل يعيط اوي. بس انتوا عارفين البصل بيقدر يدخل في اكلات كتير من الاكلات بتاعتنا، منها المطبوخه ومنها السلطات. مش بس كده، في كمان حاجه اسمها حلقات البصل بالجبنه واللحمه مثلا، او حلقات البصل اللي هي لوحدها طعمها حلو جدا جدا جدا. تعالوا بقى نعرف فوائد البصل
البصل الخام بيحتوي على كتير من مضادات الاكسده اللي ممكن تساعدنا في الحمايه من تلف الخلايا اللي بتذببه الجذور الحره، وكمان غنيه بالالياف، وده امر ضروري للحفاظ على صحه الجهاز الهضمي بتاعنا، وبتساعد الالياف في تعزيز انتظام الامعاء. وكمان بيحتوي البصل الني على فيتامين سي الضروري لصحه الجهاز المناعي، وبيساعد كمان فيتامين ج اللي موجود في البصل على تعزيز انتاج خلايا الدم البيضاء المسؤوله على مكافحه العدوى. عوده مين؟ شفتي؟ عشان ريحه الحواوشي جايبه مناخير. ماشي. وكمان البصل بيقي من كتير من الامراض، وبيساعد تناول البصل الني تقليل مخاطر الاصابه بنزلات البرد. مش بس كده، البصل مصدر جيد جدا للكالسيوم وضرورة الحفاظ على قوة العظام والأسنان، وبيساعد الكالسيوم اللي في البصل على تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام. تمام؟ نعمل ايه دلوقتي يا رجلوش؟ جهزتي ولا لسه؟ انا حطيت رجيفي اللي انا عملته. بجد؟ اه. طيب يلا بينا نطلع فصل ونرجع تاني. يلا بينا. يا سلام. وبالهنا. هيا رنوش، خلصتي ولا لسه؟ لسه، قربت اخلص. عارفه فرفوشه الروايح دي جايه منين؟ منين؟ من كرات المستكة. ايه ده، انت حطيتي مستكة؟ اه. ايه ده، بتحطيها قبل ما تحطي رغيف ولا بعده؟ بتحطيها قبل، صح؟ قبله. ايوه. طيب حلو قوي، عشان تدي نكهه وطعم حلو، صح؟ عشان كده الريحه جايه قلبه المكان كله كده. خلص يا رنو، انت متاكده ان كده خلص؟ اه. طب ايه رايك لو تسيبي ده تحت شويه بقى؟ يعني بصي الاول، بس قلبيه الاول، اتاكدي ان وشه اتقلب ولا ما اتقلبش ولا حصل له ايه. طب ثانيه. يلا بسرعه. ايه الشطاره دي؟ انت عارفه ان احنا ممكن نستاذن ماما انها تقلبه ونشوفه، ولا انت هتقدري؟ لا مش تقدري، مش مهم. انا خلاص قلبته. ايه ده بجد؟ اه. شكله حلو واستوى؟ اه كده. ايوه حلو قوي 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 قوي. تكه بس صغنونه كده. اه اتكي شويه، تكتين كمان وهيبقى سليم. الله الله، حلو قوي ريحته. ريحته حلو قوي يا رنوش. صح. تسلم ايدك. تسلم ايادي رنوشه. تسلم ايادي رنوشه. شكرا. مش فاهمه انا والله، يعني رنوش. نعم. يعني احنا متواضعين. نعم. تواضع يا ماما، تواضع، عشان انا ممكن اعضك عضه محدش هيقفشك فيها. لا لا لا، مش هتعضيني اكيد، عشان انا عامله لك سندوتشات الحواوشي. ده على اساس ان انت يعني بتنقذي نفسك بسندوتشات الحواوشي؟ ايوه. انا فعلا حاسه بالجوع، فممكن اعض اي حد. ها خلاص كده، صح؟ ايوه خلاص كده. طب ايه رايك لو ننزل الطاسه تحت عشان ما نتلسعش، عشان نبتدي نجهز اكلتنا الايه؟ المايحه. انت عامله لي ايه النهارده جنب يعني حاجه تخص الحواوشي ممكن نستعملها جنب اكل الحواوشي؟ ايوه. عامله لي ايه؟ رجعت. شكرا. طب الاول وريني طبق الحواوشي اللي انت عملتيه ده، عايزه اشوفه. اهو. الله، شكله حلو قوي. وريحته حلوه. صح. أنا قصدي يعني جامد جامد. أنا جعت يا رجل. وأنا كمان طبعاً. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.